ده كلام مهم جدا. كابتن حسام غالي قال احنا اللي جاي ان شاء الله هنبني على اللي حصل، وده التدرج في الطموح. اذا كان في ظروف صعبه جدا صادفتنا، لا اللي جاي ان شاء الله تكون ظروف احسن. طب ازاي الاهلي في ظل هذه الظروف الصعبه جدا اللي ادهشت كل الناس قدر يتخطى بطل المكسيك؟ الكابتن سيد عبد الحفيظ تحدث لقناه ابو ظبي عن سر فوز الاهلي على مونتيري. بص طبعا احنا جايين عارفين هنلاعب مين، الهلال زعيم القاره الاسيويه وزعيم الانديه السعوديه وفرقه كبيره جدا وعندها لعيبه على اعلى مستوى، سواء كانت لعيبه محليه تنتمي للمنتخب السعودي او لعيبه محترفه، فعارفين كويس قوي ان احنا هنلعب مباراه كبيره. التركيز في الحاجات اللي زي كده بتفرق في الاستعداد ودخول المباراه نفسه. الفرقه اللي هي يعني بتقدر تفرض سيطرتها وتفرض كلمتها على الفرقه الثانيه من الاول هي اللي بيبقى لها النصيب الاكبر غالبا. ممكن احداث المباراه تكون ساعدتنا شويه في حته الطرد، لكن انا عايز اشوف من الدقيقه الاولى وانت عايز تركب المباراه بلغتنا في مصر، يعني عايز تسيطر على المباراه، عايز تقول انا الشخصيه الاقوى يعني. لكن طبعا فرقه الهلال فرقه كبيره جدا وكنا عارفين كده كويس، وكلامنا مع اللعيبه كان بيشير لده. لكن انا النادي الاهلي برضو، انا فرقه النادي الاهلي بتاريخها ومكانتها وشخصيتها لازم تكون موجوده في ايا كانت النتيجه وايا كانت احداثها، لكن انت كمان ما تفقدش دي. فده اللي كان مهم جدا ان احنا نقوله للعيبه يعني. المباراه الاولى احنا لعبناها بروح النادي الاهلي، يعني كان غايب عننا حوالي 14 لعيب ومع ذلك الحمد لله ربنا وفقنا. المباراه الثانيه يعني يمكن لعيبه المنتخب جات لنا قبل اللقاء بحوالي يعني 14 15 ساعه، قلنا حوالي الساعه 11 بالليل والمباراه كانت ثاني يوم الساعه 8 يعني اقل من 24 ساعه يعني. لكن خلاص احنا جايين النهارده نلعب على ميداليه، وجايين نلعب فرقه زي ما انا قلت كبيره بنكن لها ونحترمها ونقدرها بشكل كبير جدا. هارد لك طبعا للهلال ومبروك للاهلي، يعني مباراه للتاريخ. يعني عدد طبعا الكابتن سيد الظروف وقيمها وقال الجوانب بقى اللي بتساعدك باستمرار، واحنا سردناها اكتر من مره هنا. انا بس مش عايز اضيع الوقت الناس تسمعنا قد ما تسمع الناس التانيه. الناس التانيه قالت على الاهلي، الناس التانيه قالت كلام مهم جدا 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 يفرح كل الاهلاويه. بعد الفاصل.